بالله تأمل هذه الرحمة. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أختم: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ما أرحم الله سبحانه وتعالى. انشر هذا المقطع خصوصا قبل يوم عرفة لتتعلم الناس وتتلمس رحمات الله. ما رؤية الشيطان أحقر ولا أصغر من ما رؤية في يوم عرفة، لأنه يرى أنه مخططاته طيلة السنة كلها تفشل في يوم واحد. العبد يأتي إلى الله منكسر: ربي اغفر لي. والله إن الله يغفر له، إن الله غفور رحيم يغفر الذنوب جميعا. لا يقنطك الشيطان وبعض البشر، والله لو بلغت ذنوبك ما بلغت، كبيرة صغيرة طوام، والله أتيت إلى الله منكسر: ربي اغفر لي، والله يغفر الله لك. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم.